كاينين الناس بزاف اللي كيتسائلوا على الطريقه المثاليه باش توجد المواد ديالك، وتبدي يطرح هذا السؤال: شنو الاحسن، واش نخدم حاجه واحده في النهار ولا خاصني ننوع نخدم جوج ثلاثه ديال لي موديل او اكثر؟ الوغ غادي نتعرفوا على الطريقه المثاليه، اون فا ديكوفري. بيان، سؤال مهم صراحة، وخاص كل واحد يلقى ليه الجواب ديالو. وأحسن طريقة باش نجاوب عليه ونختار شكون اللي حسن هي التيران، يعني خاصني نهبط للميدان ونجرب، حيت ميمكنش تعلم إلا ما جربتيش. أنا ما غاديش نجي ونقول لك لا راه خاصك تقرا ثلاثة ديال لي موديل في اليوم أو أكثر، أو نقول لك قرا غير حاجة بحاجة وخصص لكل مادة نهار ديالها خاص، أو حتى تكملها عاد بدا في الثانية والثالثة. أنا غادي نقول لكم بجوج بهم مزيانين، ونتمنى حتى نتوما تكونوا جربتوهم بجوج. باش دابا دير بوز الفيديو وخذ ورقة وستيلو ودير بروغرام ديال واحد النهار فيه المواد بزاف، ومن بعد شوف شحال غادي تخرج ديال النتيجة، ودير عاوتاني بروغرام فيه غير مادة واحدة وشوف النتيجة اللي غادي تحصل عليها. ولا كنتي فايت ليك جربتي غير طريقة واحدة من هادو، حاول تجرب الثانية في أقرب وقت، ودير لينا المقارنة ما بيناتهم وقول لينا شكون اللي جاك حسن. إلا لقيتي راسك كتبقى مركز في مادة واحدة وخصك حتى تساليها عاد تبدا في الأخرى، وكتحس بدماغك كيساعدك في هاد الطريقة، غادي نقول لك فازي كونتيني، راك غادي مزيان. ولكن إلا كنتي كتبغي تقرا غير مادة واحدة في النهار، وملي كتجي في آخر اليوم كتلقى راسك قريتي فيها غير جوج سوايع ولا ثلاثة سوايع، ومن بعد جاك الملل وما كملتيش فيها، ولا حسيتي بلو تراك وبداتي أنبك ضميرك ودماغك وتيقول لك راه باقي لك لي موديل الاخرين ما قصيهمش، ويلاه زرب دغيا وحيد هادشي راك باقي روطار، وتجلس تحارب غير مع دماغك باش ما يبقاش يجيب لك هاد الافكار والتوقعات السلبيه. غادي نقول لك حاول تنوع، خدم 5% من هنا و5% من هنا و5% من هنا، وبقى غادي بهاد 5% يوم من بعد يوم حتى توصل لها 70 و80% من كل موديل. وفي نفس الوقت ملي غادي تكون كتقيس في كل شيء في جميع المواد، حتى دماغك ما غاديش يبقى ينبك، حيت غادي تكون شاد في لي موديل ديالك كاملين، وكيتخص غير الوقت حتى تولي ميتريزيهم مزيان ان شاء الله. والطريقه اللي جات معاك في هاد الجوج وحسيتي براسك مرتاح فيها هي اللي تخدم بها وتكمل بها، وغادي توصل للنتيجه ديالك ان شاء الله بيان سور. اذا بوغ ريزومي، خاص كل واحد يدير لا بروجيكسيون على راسه هو، حيت كل والمعايير ديالو كل والمراجع ديالو، وملي تلقاو الطريقه اللي كتوالمكم وحسيتوا بها كتعطيكم النتيجه سيروا معاها. وباش تفهموا مزيان هذا المثال ديال البروجيكسيون قبل مثال الفيديو، دابا كاين واحد الا ما كانش في الدار والكالم وسد عليه بوحدو ما يقراش، ما كتجيش القرايه وما يخدمش ويبريباري. وكاين واحد لله اسيدي الا ما كانش في المكتبه وتيشوف الناس تقرا ويتموتيفا حتى هو ما يقراش وما تجيش البريباراسيون. اذا كل واحد يدير الاسقاط على راسه ويجرب، ومن بعد يقول لنا النتيجه كيف لقاها، باش يكون تشارك ديال التجارب ما بيناتنا كاملين ان شاء الله. اي فوالا سي لا فان دو سيت فيديو، يلا تهلاو فراسكم، اي سي يو نيكست تايم.